اتجاه الفن لا يتقنه الكثيريون، الكثيرون قليلة، قليله نافع فيما كثيره يضر ضررا بالغا. فهنالك خيط رفيع بين تجاهل يؤدي إلى قطيعة رحم وخسارة أصدقاء وفساد خلق، وبين تجاهل يوجه رسالة لمن يهمك أمره ويهتم لأمرك. ليس كل أمر يستحق المواجهة وتأنيب وخسارة من حولك، وفي نفس الوقت بعض المشاكل يزيدها التجاهل والإعراض سوءا وفداحة. في التجاهل راحة بال واجتياز للعديد من مشاكلك أحيانا، وفي بعض الأحيان يكون عقوبة قاسية. خلنا نأخذ قصة من القرآن الكريم. في قصة سيدنا موسى عليه السلام، حينما أضل السامري القوم في غياب سيدنا موسى وجعلهم يعبدون العجل، فلما عاد النبي موسى عليه السلام ونظر لعظم جرم السامري، ماذا كانت العقوبة؟ لم يقتله، لم يجلد أو يسجنه، بل قال فاذهب فإن لك في الحياة ألا تقول لا مساس، أي لا تمس الناس ولا يمسونك، فلا تخالطهم ولا يخالطونك. وأمر سيدنا موسى عليه السلام بني إسرائيل ألا يخالطوه ولا يقربوه. تجاهل تماما، تجاهل تام له كأنه غير موجود، حتى تذكر الروايات أنه صار يهيم في البرية مع الوحوش والسباع، لا يمسه أحدا ولا يمسه أحد، عقوبة دنيوية من الله جراء عظيم جرمه، حتى موعد يوم القيامة. وفي السيرة النبوية المطهرة ومع الفارق عاقب النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصحابة الثلاثة الذي خالفوا عن مين؟ غزوة تبوك رضوان الله عليهم جميعا، لا يكلمهم الناس ولا يخالطونهم بما في ذلك زوجاتهم، حتى تنكرت لهم الأرض وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم بوصف القرآن لحالهم. فكانت العقوبة الأقصى عليهم حتى تاب الله عليهم بعد 50 ليلة، كانت كافية كدرس لهم وللمسلمين.